بسم الله الرحمن الرحيم. اخواننا حاليا وصلت البضاعة الجديدة، من بينها حبوب اللقاح الطبيعي، وكما تشاهدون بحسب تعليمات وزارة الزراعة فيجب ان يكون ملصق على العبوات اسم المستورد، وان هذه حبوب لقاح طبيعي لتغذية النحل، وتاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء. وطبعا هذه حبوب لقاح صينية، ولكن خضعت هذه الفحوص الحبوب اللقاح للفحوصات في مختبرات الجمعية العلمية الملكية ومختبرات وزارة الزراعة للتحقق من مطابقتها للمواصفة وخلوها من المتبقيات ومن مسببات الأمراض. والحمد لله النتائج كانت ممتازة. هذه حبوب اللقاح كما تشاهدون مفرغة من الهواء، وأيضا كما تشاهدون يوجد على كل كيس هذا الليبل كما تشاهدون حبوب لقاح متعددة الألوان مفرغة من الهواء ومعبأة في عبوات في براميل خشبية للحفاظ على سلامة حبوب اللقاح. الآن متوفر في مؤسسة قنوان، بالإضافة طبعا إلى العجينة البروتينية التي أيضا ننتجها من حبوب اللقاح الطبيعية والمكونات الأخرى التي يعني تميز عجينة حبوب اللقاح في قنوان عن العجائن الأخرى المتوفرة في السوق. كما وصلت حديثا أيضا إلى مؤسسة قنوان مصيدة الدبور الصينية المميزة صراحة. هذه المصيدة أثبتت فعالية وهي الآن أيضا متوفرة لدى مؤسسة قنوان. هذه من الأشياء الجديدة بالإضافة لباقي الأدوات والمستلزمات اللي دائما متوفرة في مؤسسة قنوان. أيضا وصلنا ماكينة تصنيع العسل الكريمي. ماكينة تصنيع العسل الكريمي بحجمين، وكما تشاهدون فإن هذه ماكينة ممتازة، وأيضا يوجد معها تايمر. هذا التايمر من أجل تحديد عدد الساعات التي يجب أن يتوقف فيها الجهاز وعدد الدقائق التي يجب أن يشتغل فيها الجهاز حتى يتم إنجاز تحويل العسل إلى عسل كريمي. وطبعا موتور مميز، جير، وأيضا لوحة تحكم. هذا أيضا موجود بحجمين، حجم 85 كيلو وحجم 135 كيلو. كما وصلت بعض الفرازات اللي كانت قد نفذت، منها فراز 6 براويز جانبي، وأيضا وصلتنا فرازة 18 برواز شعاعي، موتور، جير، ولوحة تحكم. وصلنا أيضا مجففات حبوب اللقاح صغيرة الحجم مناسبة للنحالين اللي بيجمعوا كميات بسيطة من حبوب اللقاح ذات كفاءة عالية جدا، ويمكن أيضا استخدامها لتجفيف الفواكه والخضار في المنزل لمن يرغب. كما وصل أيضا مسخنات للعسل ستانلس ستيل غذائي موديل حديث، والتحكم في درجة الحرارة تتم من خلال نابض يدوي. ربما بعض الإخوان اشتكوا من موضوع لوحات الديجيتال، فأيضا قمنا باستيراد هذه المسخنات. طبعا إضافة إلى التشكيل الواسع من الفرازات اللي موجودة في مؤسسة قنوان دائما، 3 براويز و4 براويز بأشكال المختلفة باختلاف المناويل، اختلاف الموتورات والأحجام، لكن كلها من الستانلس ستيل الغذائي وبجودة عالية. الحمد لله الفرازات تميز بها مؤسسة قنوان في جودتها. إضافة إلى ما سبق وصلنا أيضا خلايا تقليدية من القش، خلايا قش تقليدية بمقاسات مختلفة لمن يرغب بتسكين الطرود في خلايا قش تقليدية، وتم
يعني السماح للنحل بتربية الشمع أو بناء الشمع الطبيعي وقطف العسل بدون أي إضافة أي إطارات. هذه أيضا متوفرة الآن في مؤسسة قنوان، إضافة إلى أيضا خلية مشاهدة. خلية مشاهدة مكونة من 5 إطارات في الأسفل وإطار في الأعلى، بحيث يمكن عرض النحل في المعارض أو في المحلات لبيع العسل. كما وصل أيضا اللباس المميز إليجنت بي، وهو عبارة عن لباس مهوى بالكامل، تهوية كاملة، ولكنه آمن من لسع النحل، مناسب جدا لأجوانا بسبب الحرارة العالية، فبقدر النحال يلبسه من دون أي مشاكل شعور بالاختناق، وآمن بالنسبة للسع. ووصلنا أيضا اللي هو رول تقشيط أو رول قشط للإطارات، جودته ممتازة جدا. كما وصلنا أيضا كمية كبيرة لمن يرغب من الكؤوس المخصصة لتربية الملكات، الكؤوس الفرنسية. طبعا إضافة إلى كل المستلزمات الخشبية من كل الأشكال والأنواع أيضا متوفرة، الغذائيات، العبوات الزجاجية، الحمد لله كل شيء متوفر ومتاح بأسعار إن شاء الله مناسبة للجميع، مع أمنياتنا للجميع إن شاء الله بموسم خير وبركة. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.